بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة اللغة العربية. محدثكم الدكتور منيزل القيام، معلم مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر ومدرس لمادة اللغة العربية للصف الحادي عشر ومادة تاريخ الأردن للصف الحادي عشر والثاني عشر. سأكون معكم خلال هذا العام، أسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد للخطى. طلاب الأعزاء، عندما نلتقي للحديث عن مادة اللغة العربية وأقول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، صدق الله العظيم. اللغة العربية لغة القرآن الكريم، لغة حديثنا وحوارنا، لغة خطاب أهل الجنة. هذه اللغة كرمها الله عز وجل، فسيكون لنا حديث بحول الله عز وجل لمادة اللغة العربية للصف الثاني عشر، فيها الكثير من الموضوعات والتي سنتطرق لها بعد قليل للحديث عن أطرها الخارجية. نقول بأن هذا الكتاب بين دفتيه محتوى زاخرا من النصوص القيمة والمتنوعة التي جمعت بين الأصالة والحداثة، وذلك من أجل أن تقوم ببنائك بناء دينيا وطنيا قوميا اجتماعيا وتربويا. أيضا في اللغة العربية في هذا الكتاب تم التركيز على المهارات الأساسية لمادة اللغة العربية، كمهارة الاستماع والتحدث والقراءة. الكتاب طلابي جاء على في 14 وحدة متنوعة، فيها وحدتان للعروض، وقد بدأت كل وحدة من هذه الوحد عن مهارة الاستماع متدرجة بعد ذلك لمهارة التحدث ومهارة القراءة ومهارة الكتابة ومهارة ما تسمى بالتحدث وغيرها. أيضا في الكتاب تطرق لمادة القواعد، وهي مادة مهمة للطالب. إذا ما استعرضنا وبشكل سريع المادة التي تعرض بين يديك، نقول بأننا سنبدأ بدرس ووحدة التنشئة الصالحة، بعد ذلك صناعة السرور وما فيه أيضا من آداب الصداقة، أنت الحب يا أردن، وبين الأصالة والحداثة، وبعد ذلك إلى ننتقل إلى موضوع مفاتيح القلوب، وبعد ذلك ننتقل إلى القدس في قلوب الهاشميين. وعندما نقول بموضوع القدس في قلوب الهاشميين سيكون لنا تركيز على دور الهاشميين في القدس وما آلت إليه من أوضاع، وماذا قدموا بين يدي القدس، وماذا قدموا لفلسطين والقضية الفلسطينية. وقد قدم الكثير الكثير الأردن وبقيادته وأرضه وشعبه. أيضا الكتاب حرص المؤلف فيه على أن يكون يحتوي على أسئلة للفهم والتحليل والتذوق الجمالي، على إثارة التفكير الناقد لدى الطالب. أيضا اشتمل على قضايا لغوية وقضايا نحوية وصرفية وإملائية، وأيضا فيه تقديم لمادة لكل فن من فنون اللغة العربية، المقالة، القصة، الخاطرة وغيرها من لغتنا الجميلة اللغة العربية، والتي تمثل إشراقة في أدبنا العربي قديما وأدبنا المعاصر. وهذه الموضوعات الموجودة والمطروحة هي للقراءة والتذوق وإثراء المعلومات من غير الخوض في تفاصيل كثيرة. لذلك طلابي ستكون المادة ممتعة بحول الله عز وجل، فيها الكثير من الموضوعات كما قلت لكم، سواء من الناحية الأدبية أم من الناحية النحوية واللغوية ومادة القواعد.
هذا طلابي مجمل الحديث عن مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر، على أمل اللقاء بكم، متمنيا لكم عاما دراسيا مليئا بالازدهار والتعلم والانفتاح وهدات البال. شكرا لحسن استماعكم طلابي الأعزاء.